الناس اتكلمت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف أول تقرير معانا النهاردة. دكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش وضع هو والسيد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء والدكتور أشرف فراج مستشار مكتبة اسكندرية وضعوا حجر الأساس لفرع مكتبة اسكندرية في حرم الجامعة بمدينة العريش، وبيأتي ذلك تزامنا مع الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد وانطلاق العام الدراسي الجديد لتضاف لقائمة الإنشاءات الجديدة بالعريش. مكتبة الإسكندرية في العريش حدث ليس بالسهل. فرع لمكتبة الإسكندرية في جامعة العريش لدعم العمليات التعليمية في سيناء. خطوة جميلة جدا من مكتبة الإسكندرية تمام مع إدارة الجامعة ان هي تنقل صرح علمي هنا. فهم تبقى لما شرح لنا الدكتور اشرف ان كل حاجه هيبقى هنا بدل ما يسافر هناك وياخد المعلومه هتبقى هنا. النهارده الحمد لله وفقنا وضعنا حجر اساس، وان شاء الله يتم الافتتاح في عيد تحرير سيناء في ابريل القادم، الافتتاح الرسمي، وان شاء الله يكون موجود الدكتور مصطفى بالفي وكل قيادات الدوله وسياده المحافظ وسياده النائب وكل رموز الدوله موجودين ان شاء الله. احنا بدايه باسمي وباسم اهل سيناء جميعا بنوجه كل الشكر والتقدير للسيد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه بسيناء وانه اهتمامه بفتح فرع لمكتبه الاسكندريه في جامعه العريش. ده يعني حدث عظيم جدا يؤدي الى طبعا الاستقرار، وان شاء الله احنا نطمح في سياده القياده المسؤوله في استكمال جامعه العريش بجميع كلياتها، لان ابناء سيناء يستحقون الاهتمام بهم في ظل الظروف اللي بتمر فيها سيناء، لان اكتمال جامعه العريش يوفر على اهلنا في سيناء يعني كتير من الانتقال لجامعات اخرى خارج سيناء. النهارده بصدد خبر سعيد وبشرى سعيده بنزفها لاهالينا في سيناء، وهي وضع حجر الاساس لفرع لمكتبة الإسكندرية بجامعة العريش، وده حدث تاريخي، وده هيبقى زي ما قال الدكتور فراج ان هيبقى في تواصل هنا ما بين أولادنا في الجامعة وبين كل الأحداث اللي بتحصل على مستوى مصر والعالم، وده بيوفر معلومة ثقافية لأولادنا، بيوفر لهم الاطلاع، بيتيح لهم التواصل، ودي حاجه كويسه لاهالينا في العريش ان هم يتواصلوا مع ابناء الوادي ويتواصلوا بالعالم الخارجي. طبعا احنا النهارده في عرس بتشهده جماعه العريش، عرس كنا بنتمناه من زمان، يعني كان اول حاجه يعني ان يبقى في جامعه باسم ابناء سيناء هنا جامعه العريش. النهارده تدشين موقع مكتبه الاسكندريه بيعد رساله قويه من الاراده والسياسيه للدوله ان لا مجال لاي إشاعات تطلق على تهجير أبناء سيناء أو أن الدولة لا تريد التنمية في سيناء. وضع حجر الأساس لفرع مكتبة الإسكندرية في جامعة العريش إنجاز تاريخي يضاف للجامعة الوليدة ودعم لمسيرة التعليم في شمال سيناء. شريط طبراني، شمال سيناء.